عن الشباب، وبقول لكم رسالة كمان، مش مهم خالد علي ينزل الانتخابات أو ما ينزلش، المطلوب أنتم إنهم يوهموكم ويقولوا لكم إن في انتخابات، ويهموكم بتنافسية ويقولوا لكم يلا، وفي الآخر كلكم عارفين النتيجة. وزي ما بيقول المثل البلدي، واسمحوا لي إن أقول مثل بلدي ومحدش يستعر منه، العروسة حامل وبيعملوا فرح عشان يعملوا كتب كتاب، اللي انتوا بتعملوه جريمة في حق هذا الوطن. أنا بأعلن رفضي للدخول في هذه المسرحية.